مع تأهب إدارة الأولمبياد العلمية السوري في هيئة التميز والإبداع لإطلاق الموسم الجديد لبطولة الروبوتيك، أقامت إدارة الأولمبياد العلمية السوري مؤتمراً صحفياً للتعريف بمسابقة أولمبياد الروبوت العالمي WRO لعام 2022 في مركز رضا سعيد قاعة المتحف في دمشق. بداية في كان خطوات مرحلية سابقة لهذا لنوصل لهون للبطولة، واللي هي كانت من خلال تفعيل نوادي روبوتك ضمن مدارس المتفوقين. بدت مشوارنا مع 10 مدارس من مدارس المتفوقين، كانت مجهزة بالمجموعات التدريبية. لاحقا تم تأهيل مدرسينهم من قبل هيئة التميز والإبداع بدورات تدريبية أقامتها الهيئة، ليتم بعدها بدء تدريب طلاب صفين السابع والثامن ضمن هذه المدارس. في عنا اختبار الأسبوع القادم كثمرة هي الجهود اللي بذلناها خلال المرحلة السابقة، من خلال أول اختبار رح يقام ضمن هذه المدارس العشرة. لاحقا قامت وزارة التربية بتأهيل 11 مدرسة جدد لتصير حصيلة المدارس كافة، هن 21 مدرسة مجهزة بالمجموعات التدريبية كاملة لحتى نقدر نفعل فيها نوادي روبوتك. هدفنا هلأ أنه نحن نفعل نوادي روبوتك بمدارس المتفوقين كافة للمشاركة بالبطولة وانتقاء الفرق. الشيء المهم اللي نحن رح نشتغل عليه من هون لآب، بآب رح يكون في عنا المسابقة الوطنية، في عنا 5 فئات عمرية بتستهدف هذه المسابقة من الأعمار 8 سنوات وحتى 19 سنة. رح يكون في عنا نشاط مكثف للتدريبات لتشكيل الفرق. خليني أقول المميز هاي السنة رح يكون عدد الفرق كتير كبير، نحن متوقعين يكون في عنا أكثر من 100-150 فريق مشاركين ضمن المسابقة الوطنية، وهذا كتير مهم لتوسيع النشاط خاصة مع وزارة التربية. النوادي الخاصة، الجامعات، الجمعيات الأهلية كلها هي بلشت تدريباتها. أملنا هاي السنة أنه نحقق نتائج مثل ما عم نحققها كل سنة. السنة الماضية فرقنا بمراكز مهمة، جبنا ثالث على العالم، جبنا مركز 14-13. كل سنة نحن عم نجيب مراكز عالمية، ونتمنى كمان هاي السنة فرقنا تجيب نتائج مهمة على مستوى العالم. المؤتمر تضمن التعريف بالتعديلات التي أجريت على المسابقات، إضافة إلى شرح شروط وقواعد المشاركة في كل مسابقة ولجميع الفئة العمرية المعتمدة. الروبوتك بشكل عام هو من مفاهيم الستيم. مفاهيم الستيم هي عبارة عن ساينس تكنولوجي انجينيرينج وماثماتكس، هو توظيف علوم الرياضيات والفيزياء مع المعلوماتية والهندسية. فمثلا لبناء جسم الروبوتك انت بدك تستخدمي بعض المفاهيم الهندسية، احنا نستخدم الرياضيات ومع الفيزياء. بتعرف احيانا مثلا ممكن في عندنا حساسات للتعامل مع الحساسات، عندنا مثلا نقل الحركة، في عندنا المسننات كيف بدي انقل الحركة من حركة افقية لحركة دائرية. طبعا احنا المحركات الموجودة بتشتغل بشكل دوراني، اذا بدي انقل الحركة من دورانية الى افقية بدنا مفاهيم بالفيزياء. طبعا بالاضافه بعد ما بشكل المجسم انا وبشكل المحركات والحساسات بدي احاول برمجتها لتقدر تحل هاي المشكله. فئة الروبو ميشن نحن اللي هي كان سابقا اسمها الريجولار، الفئه النظاميه، بتستهدف اعمار الطلاب بين ال11 وال15 سنه. هي مسابقه نظاميه، قواعدها بتجي محدده وتجهيزاتها معروفه. هلا اللي بدنا نحكي جوا بس هو الثيم تبع هي المسابقه هي السنه، هو بيتعدل كل سنه. بدنا نحكي عن ثيم المسابقه، المهام اللي بدها تتنفذ، وكيف بده يصير السكورينج والتقييم تبع المسابقه. بس الهدف انه نشرح قواعد المسابقه سواء للحكام او للمدربين اللي بدهم يشاركوا معنا هي السنه. المؤتمر عقد على هامش التحضيرات للبطوله الوطنيه للروبوتيك WRO سيريا لعام 2022 التي سيتأهل منها الفريق الوطني الذي سيشارك في النهائيات العالمية تحت عنوان روبوتي صديقي في ألمانيا منتصف شهر تشرين الثاني القادم.